بشكل عام اي مشاحنه بين اي اصدقاء ممكن تمرق، بس بتلاقي زي فنان متضايق بتأول الحكي اذا بدك يعني تماما يعني بفهم بطريقه ثانيه. هون بدي اسالك انه نحن يعني شو رايك بهالمشاكل اللي هي عم تنتقل على السوشيال ميديا؟ بس يعني اذا فينا نقول بعض الفنانين هن بالفعل عم ينقلوها، هن عم ينقلوها على السوشيال ميديا، يعني عم نشوف مثلا الخلاف اللي صار مثل ما بيقولوا ترند مؤخرا بين الفنانه كاريس بشار وسلاف اواخرجي، صار هو كثير ترند كثير مطروح على الشاشة. برأيك شو رأيك بهذا الخلاف، وشو رأيك إنه هو وقت اللي بيكون في خلاف ينتقل على صفحات السوشيال ميديا؟ لكن بالخلاف الشخصي هن حرين، هن الشخصيتين نجمات قديرات واعيات عارفين حالهم شو عم بيعملوا، عندهم قراراتهم الخاصة وبيعرفوا حالهم إذا هن عن جد اللي عم بيعملوا غلط ولا لا، هاي حريتهم الشخصية. بس أنا بشكل عام بحكي عن قصة الخلافات، أنا بس بزعل إنه نحن كتير مناح، نحن كتير حلوين وكتير حبابين صدقاً كل نجماتنا ونجومنا الشباب مناح كتير، وبس القصة بتزعل إنه لا نطلعون أحياناً عن جد في منا بتطلع منه القصة وبيندم بعدها بيزعل، بس أحياناً بتكون عادي مثل أي بني آدم طبيعي بيكون متضايق ومقهور فبيحكي صح. إذا خصوصاً إذا كان اللقاء على الهواء أو شيء بني آدم طبيعي عرفتي، وأحياناً بيندم وبيحس إنه ما كان لازم يعملها بس بتكون صارت، فبس بزعل انه لا نحن احسن من هيك بكتير، فبس قد ما فيكم تعملوا كنترول على حالكم يعني بس